آخر شيء برك يعني يعذروني الإخوة، يعني أنا لا أجيب على أي صحفي يتصل بي، تسمحوا لي ما هاي كونفرنس دي براس، روحوا هنا واسألوا ما شئتم سأجيبكم بأمر يخص الوفاق فقط أو يخص الدوري في الجزائر، لكن أسئلة أخرى خارج النطاق ولا يتصلوا بي بعض الإخوة مانيش أرد عليهم اسمحوا لي، لكن نعرف أرقامهم، يعني أي صحفي نعرفه فهو صديق، ليس صحفي، صديق فقط، لأن حدثوا لي أشياء كثيرة في الماضي وتعلمت الدرس. بارك الله فيكم، شكرا.